الزمالك خلاص حاطط على جرح مطاص. ابوس ايديكم في ايه؟ نبوس ايديكم كده ميت على ايديكم. بص هو في ايه؟ طلايع الجيش اجي اخرج من قبل النهائي من طلايع الجيش اللي هو انا مديني عقلك. فرقه نازله تصالح جماهيرها، نازله تاكل النجيله، والفرقه لو ريال مدريد قصادك تكسبها وصالح الجماهير ياخد. خد انت غلبان اي حاجه يعني، لكك اي حاجه في الدنيا. انما في ايه؟ انا خلاص انا فاضل لي شويه وهروح احجز اسبوعين في مستشفى العباسيه على نفقه الدوله علشان انا مش معايا جنيه. الموضوع بقى خارج عن السيطره في نادي الزمالك. شكرا ايها الساده المسؤولين العظام اللي كانوا عايزين استقرار نادي الزمالك وعايزين استقرار فرقه نادي الزمالك. مرحبا بكم في 2005 اللي قلناه امبارح. اهو اهو بقى البوادر والبشاير هلت كده، واحمد سمير. يا رب يا رب يا عم، ربنا بيدي كل واحد على قد مجهوده. انا مش بتكلم في حاجه والله، يعني انت المفروض تلعب لفرقتك مش هتفوت لنا اكيد، بس مش كده. العب يا عم قصاد بتروجيت زي ما تلعب قصاد الحرس، زي ما تلعب هنا زي ما تلعب هنا. انما انت مش ماضي قلنا تلعب قصاد ماتشات الزمالك وبعدين يجي يقول لك اصل لعيبه الزمالك لسه حالتها النفسيه. امال انا اعمل ايه؟ اما لعيبه الزمالك حالتها النفسيه وحشه انا اعمل ايه يابا؟ ده انا بنقر زي الفراخ في البياض بتاع الحيطه. بقف افضل اعمل كده في المسامير، بعمل اي حاجه بعمل اي حاجه، بفضل احطها اهرش في الفيش والزراير هنا. اعمل ايه تاني اكتر من حالتي النفسيه؟ حالتي النفسيه ده انا مش عارف انا مين اصلا دلوقتي. يعني انا واقف قصادكم انا كل اللي فاكره ان انا بعمل فيديوهات، انما انا مين وجاي هنا انا في بيت مين ده ما اعرفش. ويجي يقول لك اصل حالتهم النفسيه، حالتهم النفسيه ايه يابا؟ في يعني نيجي نزغزغ الفرقه بعد كده ندعم دعمنا مش عارف خسرنا نهائي افريقيا دعم وحاجه جميله. ايه بقى؟ الله، هو انا هدعمك لوحدي؟ ما تدعمني انت، ادعمني انت. انا مش قادر اضحك في ام الهم ده. ده حاجه بقت غريبه اقسم بالله، انا مش فاهم. مش والمدرب يا جماعه، انا عايز افهم حاجه عشان بس الناس اللي بتقول لك المدرب وحش وتكتيكه سيء هيعمل ايه المدرب؟ هيعمل ايه طيب؟ ما هو ما عندوش غير اسلام جابر. بقول لك ايه يا صاحبي؟ ابقى كده عشان يبقى الكلام دغري ورايح جاي، علشان احنا نفسيتنا خلاص واكلين ليمونه حمضانه، الليمون اللي ما بيحمضش احنا واكلينه حامض. انت يا باشا كده تقف برنس، بص بكل انعاره كده تقف قصاد المدير الفني قول له انا مش عايز العب باك شمال. هيقول لك انت هتلعب باك شمال الماتش الجاي، قول له لا يا كابتن انا مش هلعب باك شمال كده. وابرم شنبك وانت بتتكلم. الملك فاروق واقف يتناقش مع رئيس الوزراء، لا انا مش هلعب باك شمال. ليه يا ابني مش عارف تلعب؟ مش عايز تلعب باك شمال؟ تقول له كده وش صريحه، والله يا كابتن انا عارف امكانيات نفسي اكتر من اي حد، انا عارف اللي فيه، هخربها لكم والله العظيم هخربها لكم. مفيش اي حاجه. يعني انت لما كنت بتلعب في نص الملعب كنا بنقول الواد بسم الله ما شاء الله كويس، رمانه ميزان، لعيب جوكر، يلعب هنا. ما انت لعبت سنه باك شمال، دلوقتي بقيت باك شمال. انا مش فاهم ده اي كوره يا باشا، ده شارع الجيش كله رايح ايه. اما اروح انا هاجم من عند اسلام جابر، اما اعدي من اسلام جابر، اما اعمل بيلم من عند اسلام جابر، اما ايه اسلام جابر في ايه؟ في ايه بجد يعني؟ انت انا عايز افهم انت بتتهز ليه لما الكوره تجيلك؟ اول ما الكوره تجيلك ايه ده؟ يا ساتر يا رب الكوره. كانوا بيستلموها ازاي؟ كانوا بيلعبوها ازاي؟ بيبصوها ازاي؟ ايه ايه يابا بتنسى الكوره اول ما الكوره تيجي تحت رجلك ولا هو في ايه طيب؟ انا مش فاهم. وموضوع تدوير حراسه المرمى يا جماعه، عشان الموضوع ده ما بيحصلش في اي نادي في العالم الا الزمالك. تلاقي عندك مثلا حارس بيلعب بطولتين وحارس بيلعب بطولتين، حارس في بطوله وحارس في بطوله. هو احنا في مركز شباب بنرقص رجاله ولا احنا في ايه بالظبط؟ مش فاهم. انا عندي حارس اساسي يلعب، عندي حارس رقم اثنين لو الحارس الاساسي اتصاب او هلهل شويه بنزله. انما يا باشا مفيش حاجه اسمها لا واحد في بطوله واحد في بطوله. انا ما راضيش، انا ما بجيبش حراس مرمى راضيهم هنا يابا وطبطب. اللي عايز يلعب وقاعد على الدكه يا باشا اتفضل اطلع اعاره في اي حته، مش عاجبك تطلع اعاره يا باشا روح لاي نادي. اي لو انت اسمك ايه عندي في الزمالك يا باشا اتفضل، عايز تلعب يا باشا روح اطلع اعاره هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. استعيد ذاكره حراسه المرمى، ده حراسه المرمى دي اكتر مركز في الملعب محتاج يكون. انا ما بطلعش من تحت الجون كده، اللي حارس المرمى اللي بيقعد له اسبوعين ويرجع بيرجع مسيحها، مفيش لسه بيتعلم من اول وجديد. انما احنا هنا كده في نادي الزمالك احنا كده بنلعب حنكش، ده يقف لي ماتشين ده يقف لي ماتشين. جنش بيلعب ماتشات الكاس زي ما احنا واخدين بالنا، وابو جبل كان بيلعب بطوله افريقيا واي حاجه تاني. فانا مش فاهم ليه ابو جبل ما لعبش. جنش الماتش اللي فات في الكاس دخل فيه جول ما يدخلش فيا انا، لو انا اللي واقف مش هصدها.
والنهارده دخل فيه جونين، لو انا اللي واقف هصدهم برضو، علشان برضو احنا في حاجات كده بتحصل. لا ده ماتش سهل، انت رايح جيش ايه يعني؟ هنكسب يعني، لازم ننزل ابو جيش، انزل اجنش، انزل مين احنا لسه جايبين مين جديد؟ روقه، انزل انزل مع الفرقه اللي انت ما اتمرنتش معاها اصلا قبل كده، انزل مع الفرقه اللي هو ينزل هبش اي حاجه، ولا احنا لحقنا نقول لك تكتيك، ولا احنا لحقنا نقول لك اي حاجه في اي حاجه، ولا انزل يابا زي اللي تعرف تلعبه العبه، بتعرف تباصي باصي، بتعرف تشوت شوت، بتعرف تنطق نطه، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه تدل على ان انت بتعرف تلعب كره قدم. وخاب ظننا جميعا، وبسم الله ما شاء الله بقى مارادونا ما شاء الله، يعني مش عايز اعيب في اللعيبه علشان خاطر ما بيبقاش اسمي ان انا بجرح في حد. بسم الله ما شاء الله، رؤى اول ماتش ليه مع الزمالك من رجوعه اتصاب. السلامه، الف سلام عليكم، الحمد لله على السلامه، وان شاء الله تقوم في الفتره القادمه، ولو الاهلي كسب كاس مصر نتقابل في السوبر بقى ان شاء الله، ونفضل نعيط تاني علشان برضو الموضوع مش هيخلص على النهارده، لا لسه هيكمل. قلت لكم، قلت لكم ده لسه جاي 2005، احنا بناخدها من الاول وعلى الهادي. عارف انت لما تعمل 2005 سلو موشن كده والدنيا جميله، هي كده داخله معانا سلو موشن. اخرج من بطوله افريقيا، رئيس النادي امشي، هجيب لك رئيس نادي اهلاوي، هجيب لك رئيس نادي ما يفهمش حتى كره القدم مثلثه ولا مربعه، سلو موشن داخل عليك. اخرج من كاس مصر، هتقابل الاهلي في السوبر المصري، هتطلع مش عارف ايه، هتعمل ايه، هتقابل الاهلي في الـ 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 الاسبوع الرابع في الدوري برضو في شهر 12، يعني هنقابل الاهلي مرتين الشهر ده، والعب وسلو موشن، وتغلب تغلب في تغلب في تغلب، خلاص الزمالك دخل في الدوامه، وبقى قابلني، يبقى قابلني، انا بقول لكم قابلوني لو خرج الزمالك كام، خمس ست سبع سنين الجايين دول، عشان خاطر احنا لسه هنخش في حوارات تانية، ده احنا لسه هنخش في تجديد لعيبه، ومفيش فلوس للعيبه، وده عايز، وده عايز يجدد عقده، وده انا عايز يا كابتن، ايه يا كابتن، والكباتن الكبيره عايزه فلوس، وده لسه والله العظيم. الناس يا جماعه اللي شجعت الزمالك جديد، الموضوع ده كربونه، يعني هو بالظبط كده، تسعينات ماشي، مش عارف ايه ماشي، كل ما الزمالك يقوم يوقعوه، كل ما يقوم يوقعوه، كل ما يقوم يوقعوه. انا مش بحط كل حاجه على الناس اللي بتوقع الزمالك، بس انت بتوفر المناخ السيء اللي كل اسهمه بتصب في انهيار نادي الزمالك، هو ده اللي انت بتعمله. هتقول لي مثلا اللعيبه، طب ايه دخل الاداره في اللعيبه اللي موجوده؟ اقول لك لا، اللعيبه اللي موجوده دلوقتي ده سكواد اصلا كان معاك، يعني الفرقه اللي موجوده ولعبت النهارده واللعيبه اللي موجوده هي الناس اللي كانت معاك، فده ان دل على شيء يدل على ان انت كان عندي دكه ما يعلم بها الا ربنا، دود سارح في الارض، مفيش اي حاجه على الدكه، دكه الزمالك ملهاش اي 30 لازمه. فانا لما كان بيبقى عندي لاعب مهم قوي في الملعب لما يتصاب ويطلع بره وينزل حد بداله، شكرا، بتحصل كارثه وبتحصل ازمه. الونش اتصاب، دفاع الزمالك بقى شوارع، عبد الله جمعه كان شويه كده وشويه كده، بس برده على الاقل فاهم اكتر من اي حد هيلعب مكانه باك شمال، فوقع. اوباما لما وقع الدنيا خربت، لا ما عنديش بدايل لاي حد، حرفيا ما عنديش بدايل لاي حد. وبعدين انا عايز افهم حاجه، ايه الكورونا اللي مطوله مع الزمالك دي؟ مش فاهم يعني، خلاص الزمالك خلاص خرج اهو من كاس مصر، فالكورونا اللعيبه هتخف بكره المفروض، صح كده؟ ولا هتخف النهارده بالليل؟ ولا هيخفوا امتى عشان نبقى فاهمين؟ عشان لعيبه الزمالك تقريبا هم واخدين الكورونا دبل، يعني شربوها مرتين، فالجرعه مطوله لسه، انما اي حد تاني في العالم، في العالم بيجيله الكورونا يومين ويخف، ما شاء الله، يعني هنا في مصر اي حد يومين ويخف الا لعيبه الزمالك، لازم لما يخرج من البطولات يخفوا ان شاء الله كده، وربنا ايه يبقى يكرمنا في اللي جاي. انا مش فاهم هو في ايه، ايه اللي بقى بيحصل، ايه الدوامات دي كلها، انا ليه بيتصدر لي كل ده؟ ما نادي الزمالك كان كويس، كان ممكن اعمل حاجات ابسط من كل الكلام ده. انا همشي يا عم رئيس النادي ولا حاسبه، ولا اقعد واشوف فيه اخطاء ولا لا، وبناء عليها بقى ساعتها اشيل ولا ما اشيلش، ولا يغور في داهيه ده، ولا يجي يغور في 60,000 داهيه ده، وبعد كده يا باشا الم موضوع ان انا الم الفرقه، ان انا افضل محافظ على نفس الجهاز بنفس اللعيبه، انما انا اجيب له عبد الحليم علي ومش عبد الحليم علي، معلش يا جماعه، انا بس علشان خاطر انا عندي مفارقات في الموضوع ده بالذات، معلش انا دلوقتي لعيب محترم، وكنت لعيب مالي مركزي في الملعب وهداف وخارب الدنيا وجبت جوان كتير وبطولات، بطلت كوره واعتزلت. عايز ايه انت؟ مش بطلت كوره واعتزلت؟ اقعد بقى يا باشا في جنينه النادي، العب دومنه، العب طاوله، خلاص انت اهدافك وجوانك كلها على اليوتيوب، خلاص هتخش في مجال تاني ليه؟ مش بتاعك. انا حاول معلش يا جماعه، انا عشان خاطر انا عندي مفارقه مع علي، مش اي حد اسمه وكان هيبه وبيلعب ولعيبه هجيبه ويعمل اي حلقه، لا مش هتفضل ماشيه كوسه كده يا جدعان. مورينيو ما لمس كره القدم، ومن اعظم مدربين العالم،
هي في حاجات كده مش لازم اللي لعب كرة حلوة قوي لازم ينجح في التدريب ولا لازم ينجح في حاجة. مارادونا اللي هو أعظم واحد لمس الكرة في العالم فشل في التدريب. الموضوع يا جماعة مش موضوع إن ده كان اسم حلو وهو بيلعب أجيبه يعمل إيه يا باشا. أنا عايز كاريزما وشخصية. حد مش ازيك عامل ايه حد طيب مش عايز حد طيب يا جماعه. احنا مش عاملين مكرقه ولا احنا عاملين ده نادي ناس بتلعب كره وبتاع. مش عايز حد طيب ويقابلني بابتسامه بشوشه وبتاع. انا عايز واحد اشوف شرار ابليس في عينيه كده. وبعدين انا عايز افهم حاجه، هو مين المسؤول عن الحاله النفسيه اللي ظهر عليها لعيبه نادي الزمالك النهارده؟ هل مثلا المدير الفني؟ طب ولو المدير الفني ايه القصور اللي عملها المدير الفني ان هو لسه حاله اللعيبه النفسيه زي ما هي؟ طب المدير الفني المفروض يعمل ايه؟ يزغزغ اللعيبه مثلا تساعد نفسها تخرج بره الموضوع ولا في ايه؟ طيب مصطفى محمد النهارده انا تقريبا حد دخل على دماغه وراح ماسح كره القدم من دماغه. خد انت بتلعب جولف النهارده فالعب جولف. مصطفى فتحي نازل بيستخبى ورا اللعيبه علشان ما حدش يبصيله، يعني بيجي ده لعيب طالع الجيش فيروح مصطفى فتحي مستخبى وراه عشان ما حدش يشوفه ويبصيله، بيستخبى وناسي الكوره ومش عارف ونجم مش عارف امشي. يابا اتكل على الله يابا يا الخرابه مش ناقصه عفاريت والله العظيم. وزيزو ما شاء الله، يعني النهارده زيزو على طول يا جماعه. زيزو ب 14 15 لعيب في قلب الملعب ما شاء الله ربنا يحميه. شيكابالا رجل المواقف الصعبه والله العظيم بما يرضي الله. احنا كنا في موقف صعب قوي في ماتش نهائي افريقيا، الراجل قدر وجاب جون تاريخي وعمل اللي عليه هو كشخصه كشيكابالا، انما المجموعه ما ساعدتوش. النهارده عمل نفس الكلام شيكابالا، لما اتسال قالوا له احنا هنعمل ايه شيكابالا؟ قال لهم لا انا اللي هعمل. شيكابالا عمل النهارده في الشوط الاول جاب جون من الحاجات اللي هي حاجات شيكابالا، ماركه شيكابالا كده مع زي اديداس وبوما ومش عارف ايه. لا ده ماركه شيكابالا الجون ده، وجاب جون يا جماعه. الراجل هيعمل ايه تاني؟ انا شايف ان شيكابالا هو رجل المواقف الصعبه. فين بقيه اللعيبه اللي بتلم الفرقه وفين اللعيبه اللي بتلعب؟ مش اللي هو لا اصلا انا متضايق اصلا لسه خسران فمعلش بقى ايه نمشيها لبعضينا. يعني ايه يعني؟ امال انا بقى كجمهور اللي هو خرجنا بقى من بطوله افريقيا وكاس مصر المفروض انا اعمل ايه؟ اقطع شراييني؟ اجيب جنش عندي في السقف واعلق حبل واشنق نفسي ولا نعمل ايه طيب؟ يا جماعه انا بقولها لكم من مكاني ده، انا اتمنى حد يقتلني، يعني اي حد يقابلني في الشارع طلقه واديني طلقه واخلص، انا مسامح ومتنازل، يعني جريمه القتل دي انا متنازل فيها عشان نخلص يا باشا بقى ونعدي، علشان انا بجد والله العظيم تعبت نفسيا من اللي بيحصل. وحاجات غصب عن اي حد بتحصل على نادي الزمالك طبيعي يا جدعان هتأثر. معلش هو انا دلوقتي لو جيت كسرت لك ايد واقول لك يلا اجري هتجري؟ ما انت طبيعي جسمك كله معلول يا باشا. علي شفت علي معلول؟ ده الموضوع بقى فيه حاجه، الموضوع فيه حاجه. انا لازم اروح اكشف علشان انا كده داخل على جنان اقسم بالله. لازم يا جدعان والله العظيم والله العظيم البلد تشوف لها حل في موضوع الزمالك، يا يمشونا يا يشوفوا لنا بلد تانية، يا اي بلد تانية تطلب اللجوء نادي الزمالك عندها ونخلص والله العظيم. زي ما قلت قبل كده يبقى يا نادي الزمالك السوداني، نادي الزمالك الفلسطيني، نادي الزمالك الاماراتي، نادي الزمالك الجزائري، نادي الزمالك التونسي ونخلص ونلمها ونلاقي منظومه تحترم النادي. مش على مدار 100 سنه انا النادي الوحيد اللي عنده كل المشاكل، يعني انا من اول ما نادي الزمالك اتعمل لحد النهارده هو النادي الوحيد اللي عنده المشاكل ونفس المشاكل كربونه كل شويه. هو في ايه طيب؟ انا عايز افهم ليه ما يبقى ده انا وزاره الشباب والرياضه في وش نادي الزمالك، يعني لو الوزير طلع بص كده هيعرف في ايه غلط هناك، يعني ايه ده الدنيا جميله او ماشي ماشي. فكل شويه يحصل مشاكل في نادي الزمالك خلاص ما بقاش احنا اللي بعبع الرياضه ومغناطيسي المشاكل. بجد والله العظيم مش فاهم يا جماعه جمهور نادي الزمالك. انا مش بقول لكم حاجه علشان خاطر بعلق شماعات لا والله ابدا، بس القصه كلها ان انا بقى بفهمكم ان مفيش اي نادي في العالم حرفيا مفيش نادي في العالم عنده كم المشاكل دي كل شويه وانت مستني يحقق اي حاجه. الحاجات اللي بيحققها نادي الزمالك والبطولات اللي بياخدها نادي الزمالك دي بتبقى ومضات وطفرات علشان خاطر هو بيتحدى كم الضغوطات اللي بتبقى موجوده على نادي الزمالك نفسه والحاجات اللي بتعمل عبء على نادي الزمالك. الحاجات دي لما بيلاقي تيم واعي وطالع وهيحقق بطولات زي ما قلنا نادي الزمالك، لا يا باشا هاجي اهد، انا مش بهد الفرقه بس انا بهد في النادي، فبالطبيعي اوتوماتيك
هيأثر على الفرقة. أعزائي السادة المشاهدين، والله العظيم والله العظيم والله العظيم في مؤامرة على نادي الزمالك، أقسم بالله في مؤامرة على نادي الزمالك، واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش أي حاجة، لأن يبقى نادي الزمالك ماشي كويس جدا وبلعب بالرجاء بره وبكسبه وبتاع وأجي هنا وأكسبه، وبعد كده تبتدي المشاكل تزيد معايا معايا معايا، خرجت من بطولة أفريقيا وخرجت من كأس مصر ولسه واللي جاي قادم برضه، هل ده الاستقرار اللي أنتوا كنتوا عايزينه لنادي الزمالك ولا هو ده اللي أنتوا كنتوا عايزينه فعلا لنادي الزمالك؟ اعزائي السادة المشاهدين، انا مش عايز حد يعمل لي لايك على الفيديو، انا عايز حد يديني طلقة في دماغي. اعزائي السادة المشاهدين، اتمنى كله يعمل شير للفيديو ده عشان يوصل لكل الناس اللي عايزة تتكلم الكلام اللي انا بقوله ده وانا عبرت عنهم. اعزائي السادة المشاهدين، السلام عليكم.